بالأمس يمكن كنا زعلانين جدا عشان اليد والطايرة خرجوا من منافسات ريو دي جانيرو، لكن الحقيقة الزمالك، طبعا احنا قلنا الكلام ده، الزمالك بالأمس صعد إلى الدور قبل النهائي، صعد ويشعر جمهور الزمالك إن في شيء صعب، في صعوبة. طب هو هيكمل إزاي قبل النهائي والنهائي؟ هيعمل إيه الزمالك ده بيلعب ب 15 لاعب في الملعب واتنين حراس مرمى؟ هي دي القايمة الأفريقية بتاعته. استني مش جاهز قوي أو مش متأقلم قوي، ظهيري الجنب مش موجودين أو مفيش بديل ليهم. أستاذ خالد تقول إيه كل الصفقات دي والبطولة الأفريقية؟ الزمالك يعني هقول إيه عنده نقص عددي؟ تمام، ناخدها الاول خطوه خطوه. ناخد الاول فوز الزمالك وتاهله، ده شيء طبعا ايجابي يحسب لنادي الزمالك، مجلس ادارته برئاسه المستشار مرتضى منصور، الجهاز الفني تحديدا كابتن مؤمن سليمان، يمكن خلال 3 مباريات اثبت نجاحات جيده سواء مع الاسماعيلي والاهلي في كاس مصر او امبارح امام انيمبا في بطوله افريقيا. قدر الزمالك ان هو يفوز، كان الزمالك يحتاج للتعادل فقط، لكن رغم كده ما لعبش التعادل، لعب على المكسب، وكان هو يمكن ماسك كرة في معظم اوقات المباراه وكان بيهاجم بشكل كبير وقدر يسجل هدف الفوز عن طريق ركله جزاء لباسم مرسي. اعتقد شيء ايجابي للزمالك، يمكن زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه، اول تاهل للدور قبل النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا من 11 سنه تحديدا سنه 2005، كان الزمالك اخر مره وصل دوري ابطال نهائي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، وخسر وقتها من الاهلي في مباراتي الدور قبل النهائي، يمكن خسر 2-0 و2-1 ذهابا وايابا. وبالمصادفه يمكن غريبه، في 2005 كان المستشار مرتضى منصور برضه هو رئيس النادي في الوقت ده، ودي كانت اخر مره الزمالك يوصل سيمي فاينل تشامبيونز ليج او دوري ابطال افريقيا. من ساعتها 11 سنه الزمالك بعيد تماما عن الوصول على الدور قبل النهائي في البطوله، يمكن وصل السنه اللي فاتت قبل النهائي لكن في كاس الكونفدراليه مش في دوري الابطال، طبعا بطوله مختلفه، فبالتالي ده يعتبر انجاز يحسب لنادي الزمالك في الوقت الحالي، وبرضه مزيد من النجاحات. يعني بنتكلم الزمالك سنتين ورا بعض بطوله كاس مصر، السنه اللي فاتت بطوله الدوري، ثم تاهل مرتين للدور قبل النهائي، المره اللي فاتت في السنه اللي فاتت في الكونفدراليه، السنه دي في دوري الابطال، فده بحد ذاته شيء يحسب للزمالك. جمهور الزمالك بيسال، هو هيقابل في الغالب هيكون الوداد ولا زيزكو؟ لا طبعا لسه، وحاليا الوداد هو المتصدر للمجموعه في الوقت الحالي، يمكن الوداد هو في الصداره 10 نقاط، زيزكو يونايتد الزامبي في المركز الثاني 8 نقاط، هما الاثنين ضمنوا التاهل مع بعض، الجوله الاخيره هيلعبوا بعض في زامبيا، ده هيبقى ماتش اللي بيحدد مين متصدر المجموعه. طبعا لو زيزكو نجح ان هو يفوز على ملعبه هيوصل 11 نقطه ويتخطى الوداد ويكون زيزكو هو متصدر المجموعه، لو انتهت المباراه تعادل يكون الوداد هو بطل المجموعه الاولى، فبالتالي لسه الامور لم تحسم، ده طبعا هيبان في الجوله الاخيره، واللي على المتصدر منهم هيلعب الزمالك لان الزمالك تاني مجموعته، في حين سان داونز جنوب افريقيا هو متصدر مجموعه الزمالك وهيلعب تاني المجموعه الاولى. عايز اقول ان البطوله دي اثبتت ان الاقوى هو اللي وصل فعلا، يعني شفنا سان داونز فريق قوي جدا، شفنا زيسكو كمان فريق متميز، الوداد عمل ماتشات هايله جدا، الزمالك برضو من افضل الفرق الافريقيه اللي شاركت في دوري رابطه الابطال. تمام فعلا، يمكن هم دول الاربع فرق فعلا اللي يستحقوا التاهل. شفنا مجموعه الزمالك، الزمالك وسان داونز كانوا هم الافضل، طبعا انيمبا ظهر بمستوى متواضع جدا، المجموعه الاولى برضو الاهلي ظهر بعيد عن مستواه منذ بدايه دوري المجموعات، يمكن اكثر من اخفاق ورا بعض، يمكن بدا بخساره امام زيسكو يونايتد في زامبيا 3-2، ثم خسر على ملعبه امام اسك ابيجان هنا في القاهره، ثم بعد كده قدر يحقق فوز وحيد فقط على الوداد في المغرب، ورجع بعد كده تاني تعادل مع الوداد هنا في القاهره الاول، ثم فاز عليه في المغرب، واخيرا تعادل هنا في السويس مع زيسكو يونايتد، فبالتالي الاهلي فعلا مستواه كان يعني متواضع جدا في البطوله دي ويستحق الخروج، يمكن مش ده المستوى اللي كان الاهلي بيقدمه على مدار العشر سنين اللي فاتوا في بطولات افريقيا، واضح ان في يعني تراجع كبير في مستوى فريق الاهلي، تراجع من قيادات الجهاز الفني طبعا بقياده مارتن يول والجهاز الفني المعاون، تراجع في مستوى اللاعبين نفسهم، في عدد كبير من اللعيبه يمكن سنهم كبر ومستواهم تراجع بشده، زي حسام غالي زي عماد متعب، يمكن واضح ان هم الاثنين خلاص بقى سنهم كبير ونقص لياقه بدنيه بيأثر عليهم. حسام عاشور وفتحي تلاحم المباريات برضو، خلينا نتكلم برضو بصراحه، يمكن اثر عليهم اكتر من موسم ورا بعض، الدوري عندنا ما فيش فتره توقف خالص، فده يمكن بيأثر على اللعيبه اللي هم كبار في السن شويه، يعني بنتكلم من 30 سنه او اكتر، بيتأثروا بشكل كبير جدا، لازم يحصلوا على فتره راحه سلبيه شهر
الشهر على الاقل. ممكن اللعيبه اقل في العشرينات ممكن بيستحملوا تواكب المباريات ورا بعض، لكن اللعيبه بقول لك 30 سنه او اكتر بيبقى بالنسبه لهم مشكله كبيره، وده ظهر حسام غالي بقول لك وعماد متعب، وزي ما انت قلت احمد فتحي وحسام عاشور. الزمالك حتى مثلا بتشوف شيكابالا برضو ما بيقدرش يلعب 90 دقيقه، لازم يا اما ينزل بديل يا اما يكون بيبتدي الماتش وما يقدرش يكمل. فبقول لك عامل السن اثر بشكل كبير جدا، وده يمكن اللي خلى عبد الله السعيد بيقول اخر موسم ليا القادم يعني مش هيكمل تاني. تمام، عبد الله السعيد برضه لكن هو في سن شيكابالا على فكره، او يمكن اكبر شويه. عبد الله السعيد لسه قدامه شويه، لكن بقول لك هو بقول لك تلاحم المواسم ده عمل مشكله. يمكن عبد الله كمان بعد شويه للاصابه دي بعدته شويه، وكان طبعا يعني سلاح ذو حدين، يعني طبعا بعد عن الملاعب لكن في نفس الوقت يعني تعتبر فتره راحه ما لعبش فيها ماتشات، فبالتالي رجع تاني بقى برضه اعتقد ان هو عاد لمستواه في الفتره الاخيره. وليد سليمان برضه عامل السن برضه بقول لك لا يعني في يعني النادي الاهلي عنده اكتر من لاعب فوق ال 30 سنه دول، بالتالي كلهم بقول لك مع تلاحم المواسم اثر عليهم بشكل كبير جدا في اللياقه البدنيه وفي المستوى. ده اللي ادى لتراجع مستوى الاهلي وخلاه للاسف الشديد يخرج من بطوله افريقيا مبكرا من دوري المجموعات. يعني عايز تقول استاذ خالد ان مش فقط مثلا مارتن يول او الجهاز او غيره او مجلس الاداره، يا جماعه هم لاعبين كبار صحيح وكل حاجه، لكن الموسم كان مضغوط جدا، مفيش لاعب فوق ال 30 يتحمل هذا الضغط المستمر بالشكل ده ويستمر بنفس الإجادة. يعني دي نقطة مهمة جدا، خصوصا مش لاعب او اتنين، لا اكتر من لاعب. تمام، ولو تفتكري برضو يعني الاهلي برضو دلوقتي يعني اكتر من مدرب خلال اخر موسمين، وما فيش حد فيهم قدر ينجح او يثبت نفسه. يمكن ثلاث مدربين اجانب، بدا باخوان كارلوس جاريدو الاسباني وما نجحش مع الاهلي وفشل وتم اقالته، جه بعد كده جوزيه بيسيرو البرتغالي برضو لم يوفق رغم ان فتره كانت قصيره، لكن برضو اداء الاهلي ما كانش مرضي وتعرض لهزيمتين في الدوري والجماهير برضو كانت ثائره ضده لغايه ما راح يدرب بورتو في البرتغال. ثالث مدرب اجنبي مارتن يول برضو لم يوفق. الاهلي خد بطوله الدوري لكن خدها عشان كان حصل تخبط في الزمالك، وكان في اقالات اجهزه فنيه كتيره في الزمالك اكتر من مدرب على مدار الموسم، وفي كان في تعثر كبير، فيمكن عشان كده الظروف خدمت الاهلي وخد الدوري مش عشان الاهلي كويس. فدول بنتكلم ثلاث مدربين اجانب ورا بعض لم يوفقوا مع الاهلي. اثنين مدربين مصريين كمان، كابتن فتحي مبروك وكابتن زيزو. بداوا كان دايما بيبداوا كمؤقت بدايه كويسه ويحقق انتصارات، لكن كابتن فتحي مبروك اما كمل خسر يمكن كاس مصر من الزمالك، وخسر البطوله الكونفدراليه من اورلاندو الجنوب افريقي ذهابا وايابا، وتم اقاله كابتن فتحي مبروك. كابتن زيزو برضه جه بدا بدايه جيده وعمل اربع انتصارات متتاليه، ثم بعد كده تعثر بتعادلين واكثر يعني ثلاث تعادلات تقريبا وراح الكابتن زيزو. فبالتالي بنتكلم خمس مدربين تعاقبوا على تدريب الاهلي في اخر سنتين ما حدش فيهم نجح. فاعتقد هنا فعلا العيب ما يكونش في المدربين، لا اللاعبين كمان عليهم دور كبير جدا وعليهم عيب ولازم نعمل. ونظام المسابقه نفسه يا استاذ خالد مظبوط يتعب اي فريق، خصوصا لو فريق بيشارك في كل البطولات زي الاهلي والزمالك. دي حقيقه فعلا من ده اللي شفناه كمان، الزمالك اهتز مستواه اكثر من مره. طبعا الزمالك برضه يعني زي ما نقول كده بيكسب برضه بقوه الدفع.